السلام عليكم، نهار جديد، حلقه جديده، موضوع جديد. كنتمنى يعجبكم وكنتمنى تكونوا فرحانين وبصحه جيده. قبل ما نبداو، نصيحه لوجه الله، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي اشتركوا، حيت كنقدم فيها مواضيع كدهم الاسره كامله. كنقول التماتم ديالي توحشتكم، وكما العاده ما تحرمونيش من التعاليق ديالكم، التشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو باش تزيد تكبر عائله التماتم. ودابا نبداو الحلقة اليوم. غتكون على واحد الموضوع البعض كيعتبره مرض نفسي والبعض كيعتبره عادة سيئة، لكن في كلا الحالتين خصو يتعالج حيث كيتطور مع الوقت. الموضوع اليوم على التسوق القهري أو هوى الشراء أو الشراء القهري، كل واحد كيف كيسميه، لكن المضمون واحد. يمكن يتصاب به الرجل بحاله بحال المرأة، لكن الدراسات أثبتت أن النساء كتصاب به بنسبة أكبر بكثير. راكم عارفين النساء دغيا كيتبلاو قلبنا هشيش، وكيتصابوا به جميع الطبقات السوسيو اقتصادية، يعني بحال الأغنياء بحال الفقراء، راه كل واحد وجهده. لكن قبل ما نهضروا على العلاج، ضروري نعرفوا واش فينا هاد العادة السيئة أو المرض في النقط التالية. أولا، من كتكون كتعمل شوبينغ كتنسى الوقت، وخاصة إذا كانوا التخفيضات كدهيج. ثانيا، تلدد بالتسوق، خاصة من كتكون بوحدك، حالة ما إذا كان المرافق ديالك أو الشريك اللي كيكون معك في التسوق كيبدأ ينقر عليك حيت تعطلتي ولا حيت كتشري بزاف. ثالثا، صعوبة المقاومة باش تشري شي حاجة شفتيها عند صديق ديالك أو في الانترنت أو في التلفاز. رابعا، كتبغي يكون عندك كل شيء، وبعض الأحيان كتشري حتى الحاجات اللي ما كتحتاجهم شي ما نعرف تحتاجهم في شي نهار. خامسا، إذا كنت كتصرف أكثر من الثمن اللي قررت تصرفه في الشوبينغ، وأحيانا كتقدر تسلف من عند صديق أو المرافق ديالك باش تشري شي حاجة عجبك وما بغيش يتفلت لك. سادسا، أحيانا كتشري شي حاجة وكتندم على شريتيها وكتبقى مفقوصاب وحدك. سابعا، إذا كنت كتخرج تعمل الشوبينغ راح تصبحتي ماشي هو داك باش تعوض المورال. ثامنا، اذا كنتي كتكذب على المقربين ديالك بالثمن الحاجه اللي شريتيها باش ما يضحكوش عليك او ينتقدوك ويقولوا لك لا شريتيها غاليه ولا ضحكوا عليك. تاسعا، نقطه اخرى، وهي تشري شي حاجه وتخبعها خوفا من التوبيخ او الانتقاد، وهي مرحله خطيره كيتركبوا عليها بزاف المشاكل النفسيه، حيث ان المريض كيتركب عنده احساس بالذنب على واحد الحاجه اللي ماشي بيده وما كتستاهلش اصلا. وهنا كيبدا الصراع بينه وبين الشخصيه ديالو، وكيبدا يتساءل مع راسو، واش انا ضعيف شخصيه؟ مني هنا كنقول لك انت ما ضعيف شخصيه ما والو، فيك مرض او عاده سيئه خصها تعالج وصافي، هذا ما كان. ودابا غنجوزو نشوفو الحلول او طرق العلاج. اولا، يمكن لك تمشي عند طبيب نفسي واللي غيوصف لك ادويه مضاده للاكتئاب حيت هي اللي كتصلح في هاد الحالات هادو، وطبعا غيعمل معك جلسات للدعم السلوكي. لكن طبعا انا ما كنصحش بالادويه حيت كيكون عندها تاثيرات جانبيه كثيره. هذا ماشي انتقاص لمهنه الطب النفسي، لكن لا حاجه اننا نوصلوا عند الطبيب اذا كانت هذه الحاله غير عاده سيئه او صافي. لكن اذا كان الشخص كيصرف مبالغ باهظه وكيتسلف وكيجر عائلته للهاويه، طبعا هذا مرض خصو يتعالج ضروري عند طبيب نفسي، حيت كيكون عنده خلل في المخ وكيجبر صعوبه باش يكبح الرغبه ديالو في الشراء. اما من كيكون الشراء القهري عاده وصافي واللي كنكتسبوها غالبا في مرحله المراهقه، فيمكننا نتبعوا هذه المراحل هادو باش نبراو. اول حاجه، واللي ما فيهاش يتخرشيش، نتعلموا نتحكموا في راسنا. ثاني حاجه، ما نثقوش باي دعايه شفناها في التلفزيون او الانترنت، حيت كيف ما كيقول المثل زوق تبيع، والماركه الفلانيه اذا ما زوقت شي وبهراتك ما غتبيعش. ثالث حاجه، خصنا نحاولوا نعمروا وقتنا اللي كنا كنخسروه في الشوبينغ اشياء مفيده، انشطه ثقافيه، ويا سلام اذا كنا كنمشيو لجمعيات خيريه نفيدوهم ولو معنويا. رابع حاجة، ما نخرجوش معنا الفلوس أكثر من الاحتياجات ديالنا، وخاصة ديك بطاقة الائتمان البنكية هي اللي كتعمل بوداع. خامس حاجة، هي نتجنبو ونخرجو نسخرو في الأيام بالتخفيضات، حيت كيشجعوك على الشراء أكثر وأكثر وكتزيد المشكلة تفاقم. سادسا، دابا كنهضر مع الأسرة أو المقربين أو الأصدقاء، الناس اللي فيهم هاد العادة السيئة، حاولوا تشجعوهم وتحيدوا منهم هاد المرض هذا، ماشي تنتقدوهم. أخيرا، كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة، وما تنسوش تخليوا لي لايك حيت بيهم كنعرف بان هذا الموضوع عجبكم والنوع المواضيع اللي غنهضر فيهم. ودابا نخليكم غنمشي نلحق واحد المحل عامل تخفيضات مضخمه بيناتنا بالحق. السلام عليكم.